اهلا بيكم في المطبخ ست البيت مع فالنتينا. في اليوم الجديد هنعمل النهارده وجبه. الوجبه هنعملها ازاي؟ هنعمل اللحمه وهنعمل كمان الشوربه. ما انتوا عارفين يعني انا دايما بجيب الوصفات غريبه شويه، بس ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه هنعمل مع بعض اللحمه. انا جايبه هنا لحمه روستو، يعني لو عايزين احنا ممكن للوصفه دي نستخدم كباب حله، نستخدم فريتو، اللي انتوا عايزينه ماشي. فاللحمه روستو دايما بتكون ناشفه شويه، فلو اللحمه ناشفه شويه احنا في طريقة، يعني ممكن نسيب اللحمه على النار كتير جدا، النار هاديه خالص خالص خالص، يا نحطها في البريستو. دي حله البخار الدحت، فهي بتحلي اللحمه دايما طريه. في كمان طريقه برضو، مثلا لما بنتبل اللحمه بنحط فيها خل، تمام. فانا النهارده عشان اعمل الوصفه، اولا قعدت لحمه مكعبات صغيره، تمام، بس لازم ناخد بالنا لو مكعبات صغيره ممكن اللحمه تنشف. فعشان اللحمه ما تنشفش اهم حاجه لازم نعملها الاول، هنشوحها على نار عاليه جدا، تمام، عشان نقفلها. وبعد كده هنحط النار، هنوطيه وهنكمل الوصفه على نار هاديه خالص. فاحنا هنقطع اللحمه مكعبات، وبرده يعني نسيت اقول لكم حاجه، زي ما احنا قلنا لما بنتبل اللحمه بنحط خل، ففي الوصفه دي هنحط خل تفاح، تمام. فبرده الخل التفاح هيدي طعم لطيف، يعني هو طعمه بيختلف شويه من الخل الابيض، تمام، وهيطري اللحمه في طبيخها. فالاول انا بسخن اللحمه، دي حاجه بسخن الزيت، دي حاجه انا اتعلمتها من شيفات مختلفين، يعني هما بصراحه جامدين جدا. لما الناس صحابي الشيفات مختلفين عزموني في معاهم في المطبخ بتاع الاوتيل، بصراحه يعني في حاجات كتيره تسلم ايديهم، يعني شكرا ليهم كبير جدا، عشان خاطر هما استضافوني في عندهم، عشان فعلا انا شفت الحاجات ساعدتني كتير، يعني عشان افهم زي اعمل حاجات كتيره جدا. ولسه يا رب ان شاء الله عزموني تاني، عشان بصراحه دي حاجه جميله يعني، ودي فرصه كويسه جدا لينا الناس اللي بيتفرجوا على برنامج، في شيفات مختلفين، في لما برنامج بتاعتهم بتيجي احنا ممكن نتعلم منهم كبرزنتيشن، كالشكل الحاجه اللي احنا خلصناها، يعني ازاي نزين عشان تبقى شكلها حلوه، ازاي في حاجات مثلا احنا ما نعرفهاش كستات البيت، ماشي، نتفرج عليهم ونتعلم، فدي حاجه جميله قوي. فلو ما عندكوش فرصه تخشوا في المطبخ الاوتيل او في المطبخ المطعم، احنا كلنا ممكن نتفرج عليهم في البرنامج في على القناه بتاعتنا. فاهي احنا كده صحنا الزيت كده، تمام. فاحنا زي ما احنا قلنا هنحط اللحمه في زيت سخن، ده هتساعد في الطبيخ. واي حاجه بنعملها لو في عندنا فرصه نستخدم الزيت سخن، هتشوفوا الطعم بتاعة الوصفه اللي احنا بنعملها هتكون احلى. وكمان الوقت، مثلا لما بعمل الجزر وبصل على النار، يعني الوقت الحاجات هتتسوي على النار هتكون اقل، يعني انا ما كنتش عارفه، يعني مثلا احط كنت اخد الصينيه او اخد الطاسه واحط على طول المكونات فيها واستنى لغايه ما هي تسخن، لكن قالوا لي لا، لازم تكون الزيت في الطاسه
يكون سخن عشان نبتدي. تمام. الوصفه الثانيه وبين اللحمه بتاعتي عايزين نشوحها كده اهوت مع بعضه. برضو هنبتدي نسخن الطاسه. تمام. هناخد مع بعض كرات. ماشي. كرات ده نوع من البصل، يعني بصراحه انا بالنسبه لي حاجه ما بين بصل والثوم. احنا في مصر ما بنعملش اي حاجه بالكرات، صح؟ يعني لما بنروح السوق بنشوفه كتير، لكن بنشتريه وبنطبخ بيه حاجه ما اعتقدش. يعني مثلا لما بنفكر في الباميه، بنفكر في الملوحيه، يعني كلنا عارفين هنعمل بيها ايه، صح؟ لكن الكرات هو موجود، يعني ودي حاجه كويسه جدا. يعني في خضار وفاكهه موجوده في مصر، في حاجات كتيره موجوده، لكن حاجات كتيره احنا ما بنستعملهاش. فانا حبيت اجيب لكم الوصفه. انتوا ممكن في اي وقت لما لقيتوا في السوق مثلا كرات تستخدموا في الطبيخ في البيت. فدلوقتي احنا هنعمل مع بعض شوربه. الشوربه دي هتكون الواحد من المكونات الاساسيه بتاعها هتكون الكرات، والمكون الثاني هتكون البسله، ومكون الثالث المهم قوي في وصفه الشوربه دي هتكون نعناع، صح؟ ففي على فكره شوربه النعناع دي او شوربه البسله بالنعناع دي جايه اصلا، الاصل بتاعت الوصفه جايه من فرنسا. وفي ممكن لو تخشوا النت هتشوفوا وصفات كتيرة جدا فيها مثلا شوربة البسلة بالنعناع. لكن أنا احترت النهاردة عامل معاكم الشوربة بالنعناع بالكرات. حاضر، الكرات ليه طعم معين كده هو مش زي البصل أخضر خالص، يعني ومش زي الثوم، يعني في حاجة ما بين ده وده. كمان في حاجة أنا عجباني جدا، لما بتكون الكرات بيتحط على النار لونه بيتغير، يعني كده انفجار، الحاجه خضره كده شكله جميل قوي. فاحنا دلوقتي سخنا الزيت، ودلوقتي اهي شايفين هنحط الكرات. النار كمان عندي في الوصفه دي هنحط مع بعض ثوم، يعني هنحط حاجه بسيطه، ثوم برده هتساعد في طعم الوصفه كويس قوي قوي قوي. تمام. وكل شويه هنشوحه كده الكرات مع الثوم، عشان عايزين الكرات يبقى، يعني عايزينه يبقى طري شويه. فدلوقتي هنسيبه شوية بس هنوطي نار، حاجة بسيطة. وهناخد كمان معانا البطاطس عشان برضو هنحطها في الوصفة الشوربة بتاعتنا. مثلا لما بنعمل اي شوربة فوري، مثلا نقول شوربة الطماطم، في كذا طريقة ممكن نعمل شوربة الطماطم. مثلا ممكن نحط طماطم وبصل بس فقط، او ممكن نحط كمان جزراية. بس انا بحب جدا في اي وصفة الشوربة احط واحدة بطاطساية. ليه؟ عشان بتدي تخن. في ناس بيحطوا مثلا مالت نشا عشان الشوربة تلم معهم، ماشي. وفي ناس بيحطوا مالت دي عشان برضو الشوربه تلم معاهم. لكن يعني بصراحه الاسهل حاجه ممكن نعملها نحط واحده بطاطسايه. فاحنا اهي بنقطع البطاطسايه مكعبات صغيره. ليه؟ عشان خاطر القطعات الصغيره هتساعدنا كتير في الوقت. لو حطينا قطعات البطاطس كبيره هتاخد فتره طويله على النار، ده اللي احنا مش عايزينه صراحه. احنا عايزين نحتفظ باللون بتاعة الكرات. مثلا لو هو يفضل النار كتير بيغلي مع المكونات التانية هتشوفوا لونه برضو هيبقى دبلين شوية. فاحنا قطعنا البطاطس هنحطه
في الحلة مع كرات. تمام. عندي كمان بسلة، عندي كيس بسلة من الفريزر. تمام. فهنحط البسلة على بطاطس، هناخد شوية مية مع فترة كده هوت ممكن تزودوا فيها. تمام. دلوقتي في حاجة، احنا ممكن ناخد نص مكعب الفراخ عشان نحطه على وصفة، او ممكن لو مش عايزين ممكن ما تحطوش عشان لسه هنزود المكونات التانية على شوربة، عشان مش عايزين يعني نزود مكونات كتيرة جدا اللي بتدي طعم شديد، صح؟ فاحنا ممكن نحط المكعب الفراخ او ممكن ما تحطوش. فيعني مثلا الشوربة دي ممكن تتعمل صيامي، لو ما حطيناش مثلا المكعب الفراخ ده وما حطيناش الجبنة الرومي، عشان في الاخر برضو لما نعمل الشوربة اخر حاجة هنحط عليها الجبنة الرومي. هنبص دلوقتي على اللحمة بتاعتنا، هي دلوقتي اتحمرت شوية ولسه هنحمرها كمان عشان دلوقتي نسيبها تستوي كويس. احنا قلنا لازم ناخد اللحمة دي على نار واطية. هناخد كوب من عصير التفاح نحطه على اللحمة كده اهوت، هتدي طعم خرافي. تمام. هناخد مكعب فراخ. تمام. كمان زي ما احنا قلنا هناخد خل تفاح من معلتين لغاية 4 معالق، يعني خدوا بالكم مش اكتر من 4 معالق عشان ما يديش اللون ميز شوية في الاخر. هناخد واحدة من القرفة خشب، لو عايزين ممكن 2 بس يعني انا يستحسن بالنسبة لي واحدة عشان احنا حطينا العصير تفاح هو مسكر شوية، فكمان قرفة برضو هتدي طعم مسكر. عندي جوزة التين، عندي تقريبا ربع معلقة هنحط الجوزة التين، وعندي كمان ورا لورو، هنحط ورا لورو شوية منه. تمام. فممكن لو عايزين نزود شوية مية وملح وفلفل. تمام. وبعد كده هنغطي الحلة وهنسيب اللحمة في الحلة لمدة مثلا 20-30 دقيقة على نار هادية عشان اللحمة تستوي، وبعد كده هنزود شوية مكونات ان شاء الله هتعجبكم الطعم بعد ما نخلص. احنا هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نكمل وصفة الشوربة ونكمل وصفة اللحمة، خليكم معانا.